ألا حامش الخطمات القرآنية التي نظمتها الغرفة التجارية بالولاية تحضف إلى عموم السلام في البلاد ولا سيما العلف بين جميع المكونات الاجتماعية. لذا جاء العميل العام لمحافظة بلتن لحضور هذا الحفل الذي جمع بعض من الأطراف الإدارية والعسكرية والشيوخ التقليدية فضلا عن مدراء القلاوي القرآنية. في كلمته رئيس الغرفة التجارية بالولاية عبد الله محمد دعا كل الأطراف إلى العيش المشترك وقبول الآخر. ينعمنا الله بالعافية والسلم والسلام في داخل مدينتنا وإقليم وادي فرة بصفتنا الخاصة وبلادنا تشاد بوجه العموم. أما من جانبه العميل العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرة محمد بخاري إبراهيم محمد أثنى على الجهود التي قامت بها الغرفة التجارية من أجل استتباب الأمن والسلام عبر هذه الخدمات القرآنية. هذا ومن جانبه العميل العام بمحافظة بلتن داود محمد أبوكورة دعا الجميع إلى ترك التعصب ونبز روح القبلية التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وكما قدم جزيل شكره الغرفة التجارية على هذه البادرة، ونشير بأن عدد الختمات القرآنية أكثر من 40 ختمة.